أولى فقراتنا لليوم رح نحكي بعالم الطفولة، رح نضوي بما يخص بناء الطفل على جميع الأصعدة من خلال برنامج الجامعي الصغير للبناء الفكري بشقيه البنائي والمعرفي. كيف بيكون التعليم الصحيح، وكيف فينا نحول التعليم إلى إبداع ونبتعد عن الفشل؟ رح نحكي أكثر مع المدربة والباحثة فاتن الملاح حمود. صباح الخير، صباح أهلا النور، وسهلا يسعد فيكي. صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. يعني ما في أحلى من إنه الطفل يتعلم بطريقة كتير حلوة بعيدا عن التلقين اللي يمكن بيبتعد عنه الطفل قدر الإمكان، وما بيكون في نسبة استيعاب أو حتى نتيجة بالنهاية. خبرينا كيف اشتغلتوا على هذا الموضوع ولأي درجة هو مهم اليوم؟ هلا بداية برنامج الجامعي الصغير من حوالي 3 سنين تم إطلاقه، وهو عبارة عن برنامج تطبيقي لمنهج بحثي، منهج بحثي إثرائي متكامل يعنى بصناعة الإبداع والابتكار. يعني الفكرة الأساسية إجت من صناعة الإبداع والابتكار بالمجتمع الفتي. بنعرف نحن إنه الأطفال واليافعين هن بنات المستقبل، هن الجيل. من هالمنطلق اهتمينا بابداعهم وابتكارهم، فكان التوجيه لمنهج البناء الفكري المتكامل. المنهج تم تطبيقه عن طريق برنامج الجامعي الصغير للبناء الفكري المتكامل، وهذا الاسم اخذ بناء على اكبر محور بالمنهج، وهو محو الاميه الجامعيه. الفكره اجت من الاميه الجامعيه الموجوده عندنا. كلنا بنعرف نحن وقت ندخل على الجامعه ما عندنا اي فكره بالتخصصات، الضياع اللي بيصير بالمفاضله الجامعيه، فهي الفجوه الكبيره هو الهدف الأساسي لهالبرنامج. هو عبارة عن عدة محاور وعدة أركان، عبارة عن شقين، في عنا شق بنائي وشق معرفي. الشق البنائي بيتضمن البناء النفسي، البناء الاجتماعي، البناء العاطفي، بنشتغل على الذكاء العاطفي، البناء الوجداني، حتى البناء الأخلاقي والتربوي الذي تبنى عليه الأمم، أخذينه بعين الحسبان، بحيث يوصل الطفل لموضوع الضبط الذاتي من ناحية الأخلاق دون إصدار الأوامر. هي بشكل عام للبناء. الشق البنائي هو عبارة عن ترميم الفجوات، سد الثغرات النفسية، كل شيء، تحديات بيواجهها الطفل مرحلة الطفولة. هالفجوات هي بنحاول نقضي عليها عن طريق الشق البنائي. بنهاية الشق البنائي بيكون الطفل مستعد لتلقي المعلومة ولتلقي المعرفة. ندخل بالشق المعرفي. الشق المعرفي عبارة عن عدة أركان، في عنا ركن مثل ما قلنا محو الأمية الجامعية اللي هو الأساسي. بركن محو الأمية الجامعية نحن عم نشتغل على تمليك الطفل شهادة الجامعي العام، يلي هي التعرف على جميع التخصصات الاجتماعية، فهو المهندس الصغير فعلا، الطبيب الصغير، الكيميائي الصغير، الفيزيائي الصغير، بجميع التخصصات، وذلك بالتنسيق مع جامعة دمشق. مثلا عملنا دورة المهندس المعماري الصغير، كان أول مستوى بيقرأ مخططات معمارية، قراءة نظامية صحيحة. المستوى الثاني بيقص ماكيتات معمارية، وصولا لمرحلة التخرج بالنسبة للماكيتات، بس طبعا بشكل مبسط وسهل وتفاعلي وعن طريق اللعب والمرح وامتلاك المعرفة الأساسية والضرورية للتعرف على هالفرع. إضافة لذلك التطبيق كله عملي لأنه تفاعلي، فهو عم يحتك مع المهندس عن قرب، عم يشوف المهندس المدني كيف عمله تحت الشمس، الظروف الصعبة اللي هو فيها، هل هو قادر على امتلاك هذا الاختصاص أو لا، عم يشوف الطبيب، عم يشوفه الطبيب بقلب المشفى يندمج مع سوق العمل، عم يشوف سوق العمل شو بيحتاج بالضبط، مشان ما يتفاجئ بس يتخرج انه بس انا ماني هون او بس يكبر، لانه اكيد كل طفل هو بيبني احلام. يعني فرح دائما نحن اطفالنا من هن وصغار من لون 1+1 بيحفظوه بسم، 1+2 بيحفظوه، حتى جدول الضرب، حتى الشيء العملي كله عم يكون شيء بسم وما عم يكون في شيء عملي. اليوم خلينا نحكي قديش مهم انه نحن عن جد ندخله ل نفرجيه القصص العمليه، ننقله من شيء التبصيمي الى الجو الابداعي، ونخليه يفهم ليش 1+1 = 2، يعني من الشيء البسيط للشيء الضخم. تمام، اللي حضرتك تفضلتي فيه هو كتير أساسي كان بمنهجنا، اللي هو الخروج من دائرة التعليم التلقيني، خلينا نقول الجاف، ببغائي الجاف التكراري، حقيقة الأطفال كلهم بيهربوا منه، إلى دائرة التعليم التفاعلي الاستقصائي الإبداعي الممتع.
المبسط السهل، فبيكون الطفل متحفز للتعليم اكثر حتى من الاهل اللي عم يدفعوا دفع للتعليم بحاله التعليم التلقيني. فهذا هو الهدف الاساسي. فهي كيف بدنا نوصل بهي المرحله؟ مثل ما قلنا حكينا على محو الاميه الجامعيه، في عندنا الركنه الثانيه محو الاميه التكنولوجيه، وهذا كثير شيء ضروري. يعني نحن للاسف هلا جامعيين وكبار مثلا ما عندنا فكره عن التكنولوجيا المعاصره، عن علم النانو، عن هندسه الميكاترونكس، عن هي الاسماء الرنانه. نحن هون اطفالنا بيكون بالمرحله الاولى، الفئه العمريه الاولى اللي هي من 9 ل 12 مثلا، بيعرف عن علوم النانو. انا عملت دوره بعلوم النانو، اتفقنا مع دكتور مختص اعطاهم العلوم بشكل مبسط وسهل، محالهم هالاميه التكنولوجيه اللي عندهم. وبالنسبه لبقيه العلوم كمان نفس الشيء. فصار انا عندي طفل متوازن نفسيا، مندمج بسوق العمل، ومندمج اجتماعيا، سوي عاطفيا، مبدع، مستمتع بالشيء اللي عم يدرسه. لنكمل بس بالنسبه لمرحله الجامعي الصغير. هلا بعد ما اخذ شهاده الجامعي العام وتعرف على كل التخصصات واخذ فيها شهاده بكل تخصص، طبعا هي الشهاده بتكون بمستويات، مثل ما قلنا بالنسبه للمهندس المعماري مستوى الاول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، خلص اخذ شهاده المعماري الصغير. بقيه التخصصات نفس الشيء. بعد ما ياخذ شهاده الجامعي العام، المرحله اللي اكبر اللي هي من عمر 12 سنه، عفوا 13 سنه ل 17 سنه، مرحلة اليافعين، بنفوت معه باكتشاف الأنماط الذكاءات اللي عنده، بنكتشف قدراته، طاقاته الكامنة المخباية، وبيكون تعرف على كل التخصصات، بيكون قادر 100% إنه يختار التخصص اللي بيناسب شغفه، ونحن بنساعده بهالموضوع، بيناسب قدرته، بيناسب استمتاعه. فهون نحن بنملكه شهادة الجامعي التخصصي. مثلا لقى حاله هو بالكيمياء، فهو الكيميائي الصغير من عمر 16 17 سنة، 15 16 17 سنة، هو كيميائي صغير. نزلت له مواد الجامعة الكيميائية بشكل مبسط وسهل بالتنسيق مع جامعة دمشق بمنهج مبسط بس أعمق من المنهج الأول اللي هو الجامعي العام. فهيك بيكون فعلا هو كيميائي صغير. يعني وقت يدخل على الجامعة رح يبدع، لأنه امتلك المعلومات المعرفية، رح يكون قراره 100% سليم، ما رح يعاني المعاناة اللي عانيناها نحن. مثلا أنا بالهندسة المدنية كان معي رفقاتي فاتوا بالكلية ضيعوا سنة من عمرهم، بتقلك ما لقيت حالي أنا هون. أو ممكن يتخرج مثلا يكون طبيب نتيجة لضغط أهله أو ضغط المجتمع أنه أنت طبيب وجبت علامات منيحة، يدخل طب بس يطلع هو طبيب فاشل. فهون نحن ما عم نحكي عن مجتمع مبدع، هون عم نحكي عن فشل. ممكن هو ما يكون بالاساس نفسيته مدمره محطمه، فما رح يطلع معه شيء. انا عم راهن على الابداع. اذا كل الاطفال امتلكوا شهاده الجامعي التخصصي ومشوا بالتسلسل هذا، كانوا مبنيين بناء اجتماعي ونفسي مثل ما قلنا اول شيء، بعدين معرفي، بعدين محو اميه جامعيه، بعدين مكتشفين ميولهم ومحددين مستقبلهم، صار عندنا هون استشراف للمستقبل الصحيح السليم. هون بنكون قمنا وساهمنا بصناعه الابداع بالمجتمع الفتي بشكل حقيقي. ما بعرف شو رايك، رح يبدع ولا لا؟ اذا أكيد. كان هو بالكيمياء نازلت له كل المعلومات مسبق، يعني مسبقا. في شغله بس انا بتمناها، انه موضوع المفاضله ان شاء الله بيكون في نظر فيه. يعني نحن ممكن بنساعدهم لهالاطفال اللي عنده فعلا تفوق كثير رائع بالكيمياء، ندخل له هالعلامات، نساعده بالمفاضله انه يكون هو كيميائي، لانه رح نستفيد بالاخير، رح يكون مجتمعنا هو المبدع. فنحن عم نحاول مع وزاره التربيه نعرض هالموضوع من 3 سنين، وان شاء الله في افق، ومع وزاره الثقافه والبحث العلمي واغلب الهيئات الحكوميه، وبتامل يعني انا حلمي انه يتحقق الموضوع. اكيد. هلا بالنسبه لموضوع اختيار الاختصاص ليا، مثل ما قلنا قبل شوي انه احنا تعودنا جبنا علامات عاليه لازم نفوت طب او الى اخره من هي الفروع، لكن اليوم الاهل طوروا اكثر، بعض الاهل بعضهم متمسكين بهي العقليه، قد ايه كمان علاقتكم لازم تربطكم مو بس باليافعين او حتى بالاطفال، بالتنسيق بينكم وبين الاهل لحتى نطلع شوي من هي الفكره ونساعد اطفالنا او حتى الشباب انه يختاروا الفرع اللي بيناسب ميولهم ومهاراتهم. تمام. هي الفكره اللي عم تفضلي فيها حضرتك لمسناها لمس اليد. يعني في كثير من الاهالي عندهم، ما بدي اقول، خلينا نقول مشكله بهالموضوع، انه في لهم وجهه نظر معينه بالنسبه للمفاضله والتخصص. مشان هيك نحن مشكوره وزاره الثقافه ومدير الثقافه فتحوا لنا المراكز الثقافيه لنعطي فيها دورات توعيه. فعطيت دورات توعية بمركز الثقافي بعدة مراكز ثقافية للأهالي، وكان ردة الفعل كتير حلوة، إنه أنت لازم تشوفي شو اكتشاف تحددي الميول اللي عند ابنك، اكتشفني ونمني. هذا البرنامج احدى برامج الجامعي الصغير، فهو رائع جدا. انت نعلم الام كيف تهتم بطفلها، كيف تكتشف ميوله الحقيقيه، ما تكون ميول كاذبه. وهذا الشيء ما بيصير الا اذا لمس اليد
الفرع الجامعي او التخصص، يعني وقت كانوا يسالونا ونحن صغار انه شو بدك تصير بس تكبر، هذا السؤال انا برايي ما له بمكانه، لانه انت لازم تفتحي له للطفل كل الصناديق ويشوفها من الداخل ليقدر يختار هو اختيار حقيقي. اما اذا قال هذا الاختيار بس لانه الغلاف عم يلمع او كذا او هيك، فهون اختياره خاطئ، يعني رح تدفع ثمن هي الام انه ابنها فاشل مثل ما قلنا، او قد يظهر الا انه هو ناجح وملمع وبراق، بس حقيقه هو لا مستمتع بحياته ولا عنده ابداع ولا ابدا. استاذ فاتن، يعني نحن عم نختار كمان فئات عمريه هي بتكون فايته بمرحله المراهقه، وقتها نحن بدنا نفرجيهم انه الفروع يلي لازم يتعلموها. هون خلينا نحكي عن الكوادر التعليميه يلي بتخصكم، يلي بتخص تاهيل الطلاب. يعني بجوز اليوم يقول بدي هندسه، بكره يقول بدي طب، بكره بعده يقول لا بدي اختص بمجال الكيمياء. نحن اليوم كيف فينا نخلي الشاب المراهق انه هو يختار يعني فرعه من هو وصغير عن حب وعن قناعه، وندله على الطريق الصحيح بمسانده الاهل؟ تمام. هلا حقيقه من صغره ما راح يقدر يختار الفرع، لانه مثل ما قلنا هو منهج تدريجي تسلسل زمني، يعني اول شيء بده يتعرف على كل التخصصات، وانا مصره على هالشيء. يعني انا وحده رفيقتي مهندسه ومثقفه يعني جامعيه، يعني كل يوم اتعرف على هذا الفرع بعدين ما حبه. لا لك شو اللي استضفنا وحده مهندسه زميلتي وكذا، عم تقلي طيب انا ما بدي ابني يطلع مهندس معماري، ما في داعي اصلا اعذب حالي واعمل له دوره المهندس المعماري، او مثلا انه ما بدي اعمل له الطبيب لهو بعيد عن الطب. طيب مو انت اللي بتحددي، لانه شفنا نحن وقت عملت دوره الكابتن الطيار كانت وحده قالت لي حالها على الدوره وعم تجي عن جد من الزبداني لعنا عن مزه ومسافه كبيره عن مركز وكذا، وانه ابني طيار. وقت فات ابنه وعمل الدوره ودخل فيها وتعرف على المستوى الاول كان طاير عقله انه يي بدي سوق الطياره هي كذا، تعرف على المستوى الثاني كان في تطبيقات عمليه، فبنهاية الدورة ما لقى حاله هو فيها. وقت كملنا له بقية المستويات وقت فات بالمهندس المعماري لقى حاله بالمهندس المعماري، راح قال لأمه أنه أنا لا ميولي مهندس معماري، فتغير كل الشيء اللي بباله اللي هي أخذته. فمو هي اللي بتحدد ولا الطفل هو صغير بيحدد. أنا برأيي ما فينا نحدد إذا بده يكون تحديدنا 100% وفعلا ناجح إلا يتعرف مثل ما قلنا يفتح الصناديق كلها واحد واحد وبكل المستويات. وبالنسبة لهي الزميلة اللي قالت لي إنه ليش دخله عمارة أو ليش كذا، لازم نعرف الأهالي إنه ما في معلومة بتروح كب، المعلومة هي عبارة عن جوهرة، هي الجوهرة بتاخديها بتحتفظي فيها أنت، بنقليها من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة، أنت بتسترجعيها إمتى ما بدك. نحن عم نحكي لما بعد المعرفة، يعني مو المشكلة إني أنا جمع معلومات، في كتير ناس عنا ودكاترة جامعة للأسف يعني وقت بيعطوا المحاضرة بتلاقي عندهم كم هائل من المعلومات وفعلا يعني فهماني جدا، بس ما عندهم قدرة إنه ينقلوا المعلومة، وفي ناس عندهم كم هائل من المعلومات بس ما عم يعملوا فيها شيء. يعني أنا ماني فرحانة إنه أنا قارية كتب كتير 100 كتاب وعندي معلومات، طيب وبعدين شو عملتي؟ الهدف هو اني افيد المجتمع، الهدف انه يطلع من هالمعلومه يطبق هالجوهره هي، مثلا انا قطفت هالجوهره هالتفاحه لنقول وهالموزه، انا بقول لهم لطلابي انه نحن فايتين على بستان رائع وحاملين السله تبع ليلى وذئب اي سله تتخيلوا معي، وعم نقطف هالمعلومات هالجواهر هي وبنحطها. يعني الغلط انه تتركيها لتتعفن، لا نحن بدنا نعمل منها اي قطعه كيك قطعه كذا شيء مفيد، جمع المعلومه فوق المعلومه بركبها لاوصل للابتكار، لأوصل لاختراع، لأوصل لإبداع. هيك بنعلمهم كيف يكتسب المعلومة، كيف يولدوا الأفكار منها باتجاه الإبداع والابتكار. بالنهاية هذا مشروع كتير مهم ونحن بحاجته اليوم لحتى نطلع شوي من هذا الروتين يلي طول كتير بمناهجنا وبطريقة تدريسنا وتقديم المعلومة لإن كان الطفل أو حتى اليافعين. شو بتحبي توجهي كلمة أخيرة إن كان للأهل أو حتى الكوادر التدريسية والتعليمية بكل المدارس؟ هلأ بالنسبة لموضوع الاستمتاع اللي حكينا فيه، هو شعار برنامجنا التعلم استمتاع يحول الفشل إلى إبداع، وهذا اللي لمسناه لمس الواقع. فأنا بنصح الأهل أنه اهتموا بالفروع والتخصصات يلي بتخلي أطفالكم مستمتعين، وبنصح الطلاب أنه يتعلموا كيف يكتسبوا المعلومة مثل ما قلنا ويحتفظوا فيها، وأنه ما يخلوها تتعفن مثل هاي الفواكه اللي قلنا عم تتعفن، لا انه يعملوا منها شيء ويتجهوا باتجاه الابداع والابتكار. ونحن عم نساعدهم ببقيه الدورات، ما حكينا عنها بقيه الاركان. الهدف هو انه يكون مبدع مخترع صغير، فنحن عم نعمل الباحث العلمي الصغير مثلا مشان استثمار الوقت الضائع المهدور، هو بيصير مشغول احسن ما يقعد على النت، هو بيكون مشغول ببحثه العلمي، كمان عم ننسق مع هيئه العليا للبحث العلمي. فابنك مثلا مهتم بالسيارات، هو بيبحث باحسن احدث ما توصل له ميكانيكي السيارات، احسن ما يقعد على النت ويقعد يلعب وهيك.
ونحن اذا فتحنا له ملف عندنا فبيكون متابع معنا، بيكون في شيء تحفيز. يعني نحن عم نشتغل على التعليم التفاعلي التحفيزي، عم نحفز الاطفال. في عندنا اطفال عم يتحولوا من فاشلين لمبدعين، وانا بنصح الاهالي انه ما تقول على ابنها، تطلق على ابنها فاشل. انا الطالب اللي بتجي الام بتقول لي انا ابني فاشل، عم بتعذب، الانسات كلهم عم يقولوا مستحيل يطلع منه شيء. اذا كان هو عنده فرط نشاط حركه، ما عم يقدر يقعد ورا الكتاب، انا هذا ممكن اني احطه يالف قصص. اذا هو كثير الكذب مثلا، انه ممكن يكون كاتب روائي. الانطوائي اللي ما بيتحرك ممكن يقعد ورا الكمبيوتر ويكون معلوماتي ناجح. يعني ما عندي طفل فاشل، انا براهن انه جميع الاطفال مميزين. وانا الهدف الاساسي من هالمنهج ان نحط ايدنا للاطفال اللي بقاع البحيره، يلي ما حدا منتبه عليهم، يلي ظروفهم او البيئه المحيطه حواليهم ما عم تساعدهم انه يظهروا للسطح. فنحن المشكله اللي صايره عندنا، اللي بيهتموا بتميز الابداع وهالقصص، عم ياخذوا الاطفال اللي عم يطفوا على وجه البحيره يلتقطوهم وينمولن اياها. طيب هدول ظروفهم سمحت لهم، اما الاطفال اللي فعلا عندهم ابداعات كامنه ومخفيه، نحن عم نمد ايدنا لقاع البحيره نستخرجهم، نجهزهم، نكتشفهم، ننميهم، نجهزهم ليكونوا متميزين مبدعين. انا برايي ما عندي طفل شو ما كان وضعه فاشل، ما عندي طفل غير مبدع الا ما نلاقي له ابداع معين يتميز فيه. تمام، نحن بدنا نتشكر كل الجهود المبذوله من اجل بناء جيل جديد يلي هو جيلنا، جيل المستقبل المشرق. نتشكرك كثير واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك مره ثانيه. واكيد تحيتنا بنوجهها لكل الكادر التدريسي والتعليمي اللي عم يبذل هي الجهود لحتى نغير قدر الامكان بهذا الواقع. شكرا.